ورحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ويسعدني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة السيد المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا عاطف. الحقيقة احنا معنا ضيف آخر، احنا هنبدأ الحوار إلى أن ينضم إلينا الضيف الثاني في هذه الحلقة. برحب بحضرتك ومشقة السفر، وأن حضرتك كنت حريص أنك تكون ضيفنا في البرنامج، لأن ده واجبنا الحقيقة، لأن احنا بنتكلم عن قطعة مهمة جدا جدا من مصرنا الحبيبة وهي أرض سيناء الطيبة. يا ريت حضرتك في البداية تدينا فكرة عن سيناء من الناحية الزراعية، يعني المساحات المنزرعة، أهم الزراعات، ادينا فكرة وللسادة المشاهدين. بداية بعد الشكر لقناة مصر الزراعية بالاهتمام بتنمية سيناء، ويمكن زي ما بنسمع تنمية سيناء، لكن على الطبيعة ما فيش تنمية حقيقية زي ما بنسمع في أيام الأعياد، زي ما تفضلت حضرتك ونوهت الكلام. يمكن سيناء في بداية رجوعها أنا على فكرة يا باشمهندس عاطف اسمح لي، زي ما أنا قلت في بداية البرنامج، أنا أخذت عهد على نفسي أن لازم أنوه إلى سيناء كل فترة، مش هننساها أبدا. يعني مش معقولة أن احنا نفتكر سيناء بس يوم 25 إبريل، وده بيشجعنا يعني ندعو برضه قناة مصر الزراعية تنزل على أرض الواقع من بداية ترعة السلام حتى الحدود مع رفح، يبقى عشان تشوف الطبيعة إن شاء الله ننزل على إن شاء الله إيه اللي بيحصل فيها. يمكن إحنا بداية أنا طبعا من أهالي سيناء ومقيم فيها، وأحد أبناء الشهداء في 67، وحضرنا الحربين 67 و73. بعد عودة سيناء في 82 أو بكامل، يعني بداية كانت 79 العريش، 82 رفح والشيخ زويد، يمكن المساحات اللي كانت مزروعة ما تزيدش عن 30 أو 36 ألف فدان. النهاردة الزراعة وصلت حوالي 200 ألف فدان بالنسبة للخضار والفاكهة، بالإضافة في حالة سقوط الأمطار في وسط سيناء ممكن توصل ل 300 ألف فدان بالنسبة للقمح والشعير والعدس والبطيخ البعلي. لكن الزراعات الموجودة على المياه الأبار أو على الأمطار زي الموجودة في رفح زي محصول الخوخ، اللي هي تعتبر من أهم المحاصيل اللي كانت تشتهر بها سيناء، وبقول اللي كانت لأنها كانت المساحة المنزرعة حوالي 80 ألف فدان، بسبب قلة سقوط الأمطار وصلت المساحة دلوقتي إلى 40 ألف فدان. طبعا استعضنا عليها بالزيتون، يمكن هو المحصول اللي دلوقتي مبشر بالخير، وصلت المساحة منه حوالي 26 ألف فدان المنتج، المساحة المزرعة فعليا يمكن حوالي 36 ألف. يمكن كان في المنظمة العربية مدت أبناء سيناء بشتلات حوالي 250 ألف شتلة اتزرعت في مناطق الوسط وفي منطقة رفح والشيخ زويد والعريش، وفي مجموعة أهالي يمكن في خلال الأسابيع السابقة زرعوا حوالي 11 ألف شتل الزيتون، دول كان من وزارة الزراعة. حضرتك يا باشمهندس يعني بتكلمني عن أرقام هزيلة جدا، من 200 ل 300 ألف فدان منزرعة في شمال سيناء. الحقيقة كان المفروض الرقم دوت يعني نقول مليون أو 2 مليون، لكن هنستكمل التفاصيل مع حضرتك لكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أعزائي المشاهدين. برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد هذا الفاصل، ويسعدني أيضا أن أرحب بضيفي وضيفكم السيد المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء. برحب بحضرتك باشمهندس مرة تانية. حضرتك قبل الفاصل كنت بتقولي أن المساحة المنزرعة في شمال سيناء تتراوح من 200 إلى 300 ألف فدان، حضرتك مش شايف أن هذا الرقم هزيل جدا على مدار ما يقرب من 30 سنة؟ يعني المفروض أن احنا في مثل هذا التوقيت نتكلم عن مليون فدان، 2 مليون فدان. هو المثل بيقول ايه؟ اذا اردت ان تطاع
فاطلب المستطاع. احنا ورا نقطة المية وعدد السكان، ايه المساحات المتاحة؟ انت عندك اكثر من 2 مليون فدان قابلة للزراعة. 2 مليون فدان قابلة للزراعة، وخاصة في وسط سيناء. المشكلة في وسط سيناء ان كان المفروض ان ترعة السلام مشيت من الوسط، لان الاراضي هناك منبسطة وسهلة ومن اجود انواع الاراضي. مشكلة المية هناك بعيدة، الابار اللي الحكومة قامت بعفرها تتراوح من 1000 لـ1300 متر، بالإضافة أنها الأبار نوعية المية اللي فيها بتحكمك تزرع إيه، لازم زيتون لأن نسبة الملوحة فيها عالية، وجود كبريت ووجود حديد فيها، كمية المية اللي طلع من البير من 15 لـ35 متر مكعب في الساعة، هتزرع عليها كام؟ من مساحة 10 لـ25 فدان، هتوزعها على 2 فدان لكل مواطن. 2 فدان ما ينفعوش هناك ان يعني يساعدوا شاب جديد انه يبدا حياته. 2 فدان مش هيعملوا حاجه، الامل بالذات في المناطق دي محتاجين، يعني الشاب محتاج على الاقل 5 فدادين او 10 فدادين عشان يقدر يشتغل ويجيب انتاج. يا ريت نطبق سياسه اللي هو عادل لبيب لما كان في محافظة إنا، إن كان كل الدعم بتاعه بيتوجه لمنطقة معينة ما يسيبهاش غير تخلص. مش نفتح مشروع في وسط سيناء وموضوع في بني العبد ومعرفش إيه في رفح، ولا ده يكمل ولا ده يكمل ولا حاجة تكمل. وده على فكرة ده بيمثل إهدار المال العام، لأن اللي أنت صرفته ما جابش أي نتيجة. تيجي تبدأ تاني تلاقي القديم خلص وعايز تبدأ من أول الصفحة. بالظبط. النهاردة بتخلص أسفلت، يرجع بعدك بتاع المية عايز يمشي خط المية، بتاع التليفونات، بتاع الصرف الصحي. يبقى إحنا بنبص طبقات الأسفلت في داخل المدينة 4-5 طبقات. على فكرة يا باشمهندس عاطف، زي ما يكون إحنا شغالين بعشوائية، يعني مفيش تخطيط. لا ده يعني ده أي حاجة تيجي في دماغ أي مسؤول ينفذها وخلاص. لو حسبناها مفيش تخطيط بين الأجهزة المختلفة. لا وعلى فكرة يعني حضرتك بتكلمني على شمال سيناء، ما هو ده بيحصل هنا، ما بيحصل عندنا، ما احنا مش كلنا بنشوف الطريق بعد ما يتسفلت يبدأوا يحفروه تاني؟ هو اللي نسيوا بقى ان في غاز وان في كهرباء وان في كذا وان في كذا، حاجات غريبة جدا، حاجات غريبة جدا. اتفقوا كلهم على الخراب، اتفقوا على حاجة وفعلا نجحوا فيها. والدائري وحتى كوبري الساحل فوجئت فيه حفر غريب جدا، يعني بعد ما سافر بيوم ما اشتغل فيها نفس الوقت. فيعزى الاهتمام بسيناء من بداية، لو قلنا في المناطق الهادية زي منطقة بر العبد ومنطقة رابعة، منطقة رمانة، المستهدف زي ما سمعت في خبر كده ان اطلاق المية في او الترعة دي مستهدف فيها زراعة 620,000 فدان. طبعا في منهم 220,000 دول في غرب القناة. نيجي لشرق القناة، 50 فدان تابعة لمحافظة بورسعيد، 50,000 فدان. 75,000 فدان جنوب الأنطارة تتبع محافظة إسماعيلية، وفعلا في أراضي توزعت. طب أستسمع حضرتك معانا مداخلة من الشيخ سعيد موسى من أبناء سيناء. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ سعيد. ازيك يا فندم؟ الله يخليك، اتفضل. يا ريت تكلمنا عن معوقات التنمية وبالذات من الناحية الزراعية في سيناء ومشاكل التملك. الشيخ سعيد بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون من فضلك. انا سامع حضرتك. بمسي على حضرتك وبقول لك كل التحية، وبمسي على معالي وكيل اول الوزارة الاستاذ عابس، الرجل اللي طول يومه وشغال، لان قطاع شمال سيناء ده يبعد عن بعض 200 كيلو مع الساحل، مع ساحل البحر، وللاسف ما عندوش عربيه حلوه يتحرك بيها من رفح لغايه الحدود في بلنصه. اذا حضرتك بتتكلم لا يا شيخ سعيد، والله بتكلم بجد، هو لو هيعرفني يرد علي. يعني وكيل وزارة الزراعة في شمال سيناء ما عندوش سيارة يقدر يتحرك بيها في هذه المساحات الشاسعة؟ للأسف. وانا كلمت معالي الوزير أيمن أبو حديد لأنه بيحبنا وصديقنا، وقلت له العربيات بتاعة شمال سيناء اتسرقت أيام الفوضى ولغايه دلوقتي ما حصلش نصيبه وخد عربيه. طيب عموما احنا هنتكلم معاه في النقطه ديت، بس كلمني بقى عن مشاكل التملك. هكلم حضرتك، انا سامع حضرتك وانت بتقول للباشمهندس انتوا يعني نسبه ال 300,000 فدان
قليلين في شمال سيناء. طبعا. لا مش قليلين. ليه؟ لان دول مزروعين بالجهود الذاتيه من الناس الغلابه دقوا ماسوره في الارض وجابوا عداد كهرباء وكله بالجهود الذاتيه دون معاونه من الحكومه. دلوقتي موضوع ترعة السلام، تعلم جيدا ان ابناء سيناء لسه ما حصلوش على نصيبهم في ترعة السلام. ليه؟ لان الاراضي اللي تم توزيعها في السويس وفي اسماعيليه وفي بورسعيد عندنا الامل جاي وعندنا العشم في وجه الله وفي وجه معالي الوزير المحترم اللي شغال ان احنا ناخد في جنوب رابعه وفي جنوب دير العرب. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه بالنسبه للزراعه هي يعني في حدود امكانيات، يعني بتوفر لنا الاسمده موجوده ما فيش مشكله، معافر الزيتون متوفره. المشكله دلوقتي ان المنتج من محاصيل شمال سيناء وبالذات الطماطم والكنتالوب والخوخ على المعديه بيبيت باليومين. يعني احنا نفسنا يبقى في رعايه من الحكومه للمزارع ساعه ما يزرع وللمنتج لغايه ما يخش وادي النيل. الامل ان ربنا يسهل كده وفي سرعة السلام تدفع الميه ويبدا التوزيع. شيخ سعيد، طبعا انا بشكر حضرتك وتحياتي لحضرتك وكل اهالي سينا، وبشكر حضرتك على هذه المداخله. وبمناسبه طبعا اطلاق الميه في ترعه السلام، احنا معنا دلوقتي على الهاتف دكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الري. الو، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا خالد. اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. الحقيقه انا اولا اشكر سيادتك على انك دايما تستجيب للمداخلات، يعني مجرد ما بنتصل بحضرتك بتعمل معانا مداخله، وعلشان كده انا حابب ان انا احييك على الهواء. يا سيدي كتر خيرك. مصر الزراعيه قناتنا، يعني الزراعه والري. اكيد طبعا اكيد الزراعه والري احنا شيء واحد. يا ريت حضرتك بقى تكلمني على اطلاق المياه في ترعه السلام، يعني ايه المشاكل، وصلتوا لفين، وناويين تعملوا ايه ان شاء الله في المستقبل؟ لان انا معايا المهندس عاطف عبيد وكيل وزاره الزراعه في شمال سيناء، والحقيقه برضو عنده مشكله في الموضوع ده. هو يعني الموقف دلوقتي في سيناء، احنا عندنا 81,000 فدان جاهزين للتوزيع. 81,000 فدان مالهم؟ 81,000 فدان البنيه الاساسيه بتاعتهم اللي هي من شبكه ري وصرف دي تم جاهزه، يعني جاهزه. لكن طبعا التوزيع ما ينفعش يتم عن طريق وزاره الري. وزاره الزراعه بالتنسيق وزاره الزراعه هي الاخضر والخبره الاكبر في حكايه التوزيع. قواعد التوزيع دي مهمه جدا، يعني مهمه جدا. بمعنى ايه؟ احنا عندنا شرائح مختلفه، عندنا صغار مزارعين، عندنا مستثمرين، عندنا خريجين، عندنا اهالي فينا موجودين. القواعد دي بتحطها الدوله ما بتحطهاش وزاره. فهم يعني بفور وضع القواعد سيتم التوزيع تلك المساحه. ده واحد. بالنسبه للميه اللي في ترعه السلام، هو من 2008 لما تم الاطلاق الميه قبل ما يتم موضوع التخصيص، اللي حصل ان حصل عمليات وضع يد على الارض بشكل سريع جدا. ووضع اليد ده ملوش وضع قانوني بالنسبه لنا يقول ان ده ياخد الارض دي او ما ياخدهاش. يعني احنا فوجئنا ان هناك اشخاصا وضعوا يدهم على قطعه من الارض وادعوا ان هي بتاعتهم عشان هي مجاوره للميه. قد يكون في ناس تانية موجوده برضو، لكن لما يستطيعوا ان هم يجوا ويفرضوا يفرضوا وجودهم بهذا الشكل. فبالتالي احنا وضع اليد ده تم امتى يا دكتور خالد؟ من 2008 اول ما اطلقنا الميه اول مره. طب من 2008 اعتقد كانت الظروف الامنيه تسمح بازاله كل هذه الاجراءات وهذه المخالفات. يعني الوضع ده لن يحل الا اذا تم توزيع الارض، لان صاحب كل ارض هو الاقدر على الحمايه بتاعتها. لكن مساحه الاف الابدنه ما ينفعش ان نخلي الناس تقعد على الترعه وتحفظ الاراضي كمان. فقواعد التوزيع لما توضع ويتم التوزيع خلاص احنا هنطلق الميه، يعني مفيش المشكلة دي مش موجود. لكن احنا بالنسبة لنا قواعد التوزيع دي تخص وزارة الزراعة. وزارة الزراعة طبعا. طبعا 2015 يعني العام القادم ان شاء الله هنكون احنا انتهينا من المآخذ. عندنا عدد من المآخذ اللي هي بتسحب المية وبتديها في الشبكة في سيناء. دي كان بالنسبة لنا عقبة كبيرة عشان توفير الفلوس، لكن هي ان شاء الله خلال عام هتكون خلصت. فدي برضو خطوة كبيرة جدا بالنسبة لنا، مهمة جدا جدا توفير موضوع المآخذ.
فسينا احنا مهتمين بيها بالعكس، ده هي واخده يعني اولويه كبيره جدا، واحنا كنا رايحينها الاسبوع الماضي لولا بس بعض الارتباطات الخاصه. طب سؤال سريع دكتور خالد، الحقيقه انا منتهز الفرصه حضرتك معانا بتمثل وزاره الري، لان وزاره الري ليها دور كبير جدا في التنميه الزراعيه في سينا. بالنسبه للاستفاده من مياه الامطار، الامطار والمياه الجوفيه ده في الشمال وفي الجنوب برضو موجود. انا بتكلم على الشمال، بنتكلم على مشروع تنميه سينا، لكن بالنسبه للشمال احنا عندنا ابار جوفيه بيتم حفرها بمعدلات برضو احنا كنا اعلنا عنها الحقيقه في يوم في اياس سينا. هل ما فيش اماكن لتخزين مياه الامطار للاستفاده منها؟ لا لا، في طبعا طبعا، ما سد الرفع ده ما هو ده اللي انا اقصده. طبعا، لا ده لو حضرتك لو تفتكر السد الرافع، هو في عدد كبير من السدود طبعا معموله، بس هي كبير، هي سدود اعاقه بتعمل خدمتين، اول خدمه ان هي بتحمي المناطق السكنيه من السيول، نمره اثنين هي بتخزن الميه، والتخزين ده سواء قد يكون في بطن الارض لان ده برضه بيفيدنا في شحن الخزين الجوفي، او تخزين في شكل زي بحيره او كميه ميه موجوده بحيث ان احنا نستفيد منها. لا ده موجود. دكتور خالد، الحقيقه احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخله، ويا ريت يعني نظره الى سيناء، الحقيقه محتاجه جهد كبير جدا مننا في وزاره الزراعه وفي وزاره الري، لان تنميه سيناء مهم جدا وهتحل لنا الحقيقه مشاكل كبيره سواء كان في الزراعه او في الامن، يعني هتحل لنا مشاكل كبيره. شكرا دكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الري. اتفضل يا باشمهندس عاطف. بدايه نشكر برضو دكتور خالد انه نوه على موضوع ال 81000 فدان. 81000 فدان، وانا يعني هو مش عارف، انا لفيت طبعا المأخذ بالكامل من اولهم لاخرها. مأخذ واحد كانوا بيقولوا ده هياخدوه ابناء شمال سينا، لكن لغايه دلوقتي ما تمش فيه اي حاجه. مأخذ اثنين يعتبر جاهز، 3 و4 و16 دول تبع القوات المسلحه، 13 15 17 دول الشباب الخارجين، وكانت خصص لهم مبلغ 381 مليون وتم اسناد الاعمال به للقوات المسلحه، والمفروض انها كانت تسلم خلال الشهرين اللي جايين. يمكن كان في المهندس امين معداوي وكان سياده اللواء سامح عيسى سكرتير عام، قابلنا من اسبوعين على طلعة السلام ولفيناها مع بعض وشفنا المآخذ اللي هيتم اسنادهم او تم اسنادهم للجيش واللي هنستلمهم لتوزيعهم على شباب الخريجين. في بعض المآخذ طبعا لسه ما تمش فيها اي حاجه، وفي مآخذ. هل في تواصل بين حضرتك وبين وكيل وزاره الري بصفه مستمره؟ والله انا كانت السنه اللي فاتت كنت رحت معالي وزير الري السابق الدكتور محمد عبد المطلب ونقلت له رؤيه محافظ شمال سيناء في ثلاث جوابات من معالي المحافظ لمعاليه. دي طلبات لو اتنفذت كانت خاصه معظمها بالوسط وبالاهالي بالذات في الشمال. واحد منهم من الجوابات دي كانت رسوم التراخيص بتاعت الابار كانت عليت جامد، بالاضافه طبعا توصيل الكهرباء عدى طاقه المزارعين. الطلب الثاني يمكن الدكتور خالد اتكلم دلوقتي على او حضرتك سالته في حصاد مياه الامطار ونسينا السيول، يعني سد الرافعه بيخزن حوالي 5 مليون متر مكعب. في عندنا الحين كنت اقصد الامطار والسيول، ما هي الاثنين. يوم ما بتيجي السيل، الناس اللي بيعتبرها السيل ده مدمر، في ناس بيعتبروه ده ممكن خير. يبقى خير. يمكن كان في، انا ليه علاقه مع بتوع الري في العريش، المهندس سميح والمهندس سيد سركيس او الناس اللي كان حتى اللي قبليهم، كان في لنا رؤيه بالنسبه للسدود، لان في سد طلعت البدن، في كرم، في حوالي اربع سدود تانيين تحويليه. في عندنا اخطر حاجه بتجيلنا في ساعه السيول وادي الازارق، وده جاي من الجانب الاخر، لما بتزيد عندهم الميه بيفتحوا علينا السيول، وده اللي بيجي لنا السيل المدمر، لانه الوادي الوحيد اللي بيجي بعد السدود كلها. جميع الوديان اللي بتصب من هضبه التيه او في وسط سينا بتتجمع اخرها قبل ما تخش في وادي العريش او تخش على مدينه العريش، بتتحجز ورا سد الروافعه. يمكن كان في مشكله انه كان في عمليه اطماء حصلت والبوابات قفلت، ودي اللي دخل السيل وحصل فيه، كان فيه معوقات في مجرى الوادي، ودي اللي دمرت عندنا. لكن السيل اللي كان اخطر اللي جالنا واللي في خلال
سويعات قليلة بيكون دخل في في مدينة العريش هو سد رافعة. يمكن كان في رؤية مع المهندس سيد سركيس، كنا مع سيادة المحافظ، ان تتعمل بحيرة في منطقة تجمع البتور على السد، لان على مجرى الوادي اقصد، لان الوادي ليه مجرى بس الحواف بتاعته ما تزيدش عن متر ونص. يعني ممكن الوادي لو عملنا له معوق او سد ممكن يخش على منطقة رفح او على منطقة الحسن اللي هي وادي العمر وحدين. فكان في رؤية بنقعد مع الري وبنتابع معهم، في ناس متعاونين جدا. معالي الوزير لما قدمنا له الكلام، الدكتور محمد عبد المطلب الراجل محترم يعني رحب بالكلام ده، طلبنا منه حاجة تانية. الحكومة عملت حوالي 140 بير أعماق في وسط سيناء. هو رحب وتنفذ ولا رحب وما تنفذ؟ بدأ فيهم، بدأ في الشغل. أيوة ده. أو خد أو خد بس إجراء. نوضح للسادة المشاهدين، احنا طلبنا منه في حالة عطل البير، عارف الإجراء الحكومي ان يتم فحص وبعد كده طرح وبت وما اعرفش ايه، الروتين الممل ده اللي بيضيعنا بتوع ست شهور، بتبقى الزراعات راحت وكل حاجة ضاعت والأهالي تقعد بقى بالزبط. نشد مع بعض بالظبط. الناس بتقدر الظروف، وناس ساعات دي حياته على الحتة دي طبعا. فمعنا وزير أيام رحب بالفكرة دي ان هيتم اسناد الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة. الحاجة الثانية اللي طلبناها منه عايزين سدود تعويقية. على فكرة الزراعات اللي بنسمع بيها كلها من أهل سينا، وما أقدرش أتكلم حاجة إن الواحد يقف احترام للناس دي من اللي أنا شفته وتربيت وسطيهم. لو جينا خدنا بدو سينا في الوسط بيعملوا إيه ونفذنا اللي بيعملوه هنتجنب مخاطر كثير وهنزود المساحة اللي حضرتك قالها. النهارده البدوي بطبيعته بيخاف على نقطة المية وبيستغل كل نقطة مية. لما بتيجي السدود على حسابه بيطلع يعمل سدود تعويقية على أساس إن الوادي المية ما تروحش على البحر مباشرة، الأرض تستفيد وكل المنطقة تستفيد. فرصة نشكر الدكتور سمير اللي كان ماسك تحسين الأراضي السابق، احنا رحنا له بطلب وصدق عليه ايام معالي الوزير، قلنا له عايزين نعمل محطة تحسين اراضي في وسط سيناء، وده اسرع اجراء عملته وزارة الزراعة. الناس كانت طالبة جرار وطلبنا منهم تبرع بقطعة ارض، الكلام ده في شهر 1 2013. في شهر 4 كنا بنفتتح المحطة هناك مع سيادة اللواء سامح عيسى وسيادة اللواء علي. ايوه، بمناسبة سيادة اللواء سامح عيسى هو معانا دلوقتي على التليفون. سيادة اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، برحب بحضرتك سيادة اللواء. الو. اهلا يا دكتور، اهلا بيك. برحب بحضرتك في برنامج هنا الحقيقة، واحنا عندنا الحقيقة معانا المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة في شمال سيناء، ولسه كان بيقول اسمك حالا وحضرتك معانا على التليفون. لا اهلا بيك. يا ريت حضرتك تكلمنا عن التنميه الزراعيه في شمال سيناء، ايه الاخبار، الاحوال الامنيه عامله ايه، يعني ادينا فكره عامه. والله انا يعني اهلا بيك وبالمهندس عاطف اللي هو من وزاره الزراعه. احنا بنحييه على مجهوداته وتعاونه المستمر مع المحافظه ودعمه اساسيه. يعني هو الموضوع ان حضرتك احنا زي ما وضح الزميل ان فعلا التنميه في محافظه شمال سيناء بتعتمد على اركان اساسيه كثيره جدا، اللي هي حضرتك زي ما قلنا الوحدات اللي هي اتنشات خاصه باستصلاح الاراضي اللي اتعملت في التمت وان شاء الله في نخل وبنكثف من وجودها. ده بالنسبه لوسط سيناء، واعتماد وسط سيناء بالكامل على الزراعه من خلال الامطار والابار وخلافه. عندنا الزراعه المستدامه في منطقه رفح، يعني اللي بنهتم بيها رفح الشيخ زويد، من زراعه الخضروات والفواكه اللي بتعتمد على الابار وعلى مياه الامطار وعلى تنوع الري بخلاف انواعه، وتعتبر سله الفكاهه في المنطقه. عندنا منطقه بير العبد، ودي اللي هي الموضوع الاساسي المنشأ بها القناة الجديدة المتفرعة من قناة ترعة سلام، اللي هي عليها المآخذ المعنية اللي بموجودات وتوجيهات السيد الوزير المحافظ والتنسيق مع وزارة الزراعة وموجودات برضو السيد وكيل الوزارة، ان احنا نجحنا الحمد لله في اسناد بعض المآخذ للقوات المسلحة اللي لها دور فعال في جميع المجالات لتجهيز واعداد بعض المآخذ بالشبكات الري والبيارات الأساسية اللي إن شاء الله تكون جاهزة للتوزيع
بمجرد ما يعني البنية التحتية الخاصة بها اللي شغالة فيها حاليا القوات المسلحة تتم إن شاء الله على خير. فهناك في طفرة زراعية قادمة إن شاء الله هتضيف إلى سيناء بقعة خضراء من الزراعة على المدى القريب والبعيد. احنا نأمل إن ده يتحقق سيادة اللواء، بس يا ريت حضرتك تكلمني بقى على الحالة الأمنية وتأثيرها على التنمية الزراعية في شمال سيناء. احنا حضرتك الحالة الأمنية كل ما هو تنمية، أنا يعني بقى دعوة على لسان المحافظة، ويمكن سيادة الوزير كان المحافظ كان في مؤتمر لجذب عن الاستثمار من خلال طرح قطع في مناطق صناعية، والحمد لله المؤتمر نجح ورحب بجموع معينة من القائمين على الاستثمار في مجالات مختلفة. يعني احنا عندنا طرحين قطع الاستثمار لإنشاء مصانع تقوم على المنتجات الزراعية، وبنحاول نكثف يعني ما يتم وما وحدات تكون جاهزة للتصنيع الزراعي من خلال العصارات والتغليف والتعليب وخلافه. فإحنا الوضع الأمني هنا بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للعمل كمواطن وضع عادي جدا طبيعي جدا، بنمارس الوضع الطبيعي. المنتج يمكن في الوقت الحالي الحمد لله منتجات منطقة رفح من الخوخ والكنتلوب بتعبر حتى الآن لمنطقة غرب القناة بكل أمان، وما بقاش زي الأول، وضع تحسن يعني الحمد لله. طيب الحمد لله، احنا نتمنى الحقيقة أن يستمر هذا الوضع الحمد لله، ونتمنى سيادة اللواء يعني مزيد من الجهد من أجل سيناء الحبيبة. نشكر حضرتك السيد اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء. نشكر حضرتك يا فندم. معانا على التليفون الأستاذ دكتور عبد العزيز طلعت، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء. ألو محمد. ألو دكتور عبد العزيز. أولا أنا برحب بسيادتك وبشكرك على هذا البرنامج الجريء، وبشكر ضيفك الكريم. شكرا دكتور ابو عزيز. هو طبعا يا ريت حضرتك تكلمني بقى عن معوقات الزراعه بصفه حضرتك استاذ مركز بحوث الصحراء، معوقات الزراعه في سيناء ايه؟ احنا ليه المساحات الضئيله اللي تم استصلاحها حتى الان بنتكلم في شمال سيناء على يعني تقريبا من 200 ل 300 الف فدان، ايه هي المعوقات يا دكتور ابو عزيز؟ اولا احب طبعا ان انا اهني شعب سيناء بعياد تحرير سيناء، والشعب المصري كله ان شاء الله والسنه القادمه نكون في مصاف الدول المتقدمه زراعيا وصناعيا ان شاء الله. ان شاء الله. واحب اقرر طبعا برحب بضيفك الكريم الموجود مع سيادتك المهندس عاطف عبيد وكيل وزاره الزراعه في شمال سيناء. اهلا وسهلا، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. وطبعا في البدايه بحب اقرر ان مركز بحوث الصحراء وكما يعلم الجميع له دور كبير في التنمية في سيناء في الشمال والوسط والجنوب، وله محطات بحثية في محافظة الشمال وفي محافظة الجنوب وفي وسط سيناء. هذه المحطات هي محطات تنويرية علميا استشارة علمية، وفي نفس الوقت تقوم على تحليل التربة والمياه، كما انها تقوم بعمل البايلوت اريا اللي هي المزرعه الارشاديه للمستثمرين والمزارعين لكي يطلعوا على احدث التقنيات في استخدام الطرق والممارسات الزراعيه المختلفه. هو طبعا في البدايه طبعا عشان المعوقات الموجوده في سيناء، كما تعلم سيادتك ان المشكله ان اراضي سيناء اراضي جيده جدا، أراضي واعدة مبشرة إن شاء الله بالخير، وهذه الأراضي طبعا ينقصها المياه. طبعا أنت كما تعلم أن حصة مصر من 155.5 مكعب، وأن قطاع الزراعة بيستهلك حوالي 86% من كميات المياه المتاحة في مصر، اللي هي مياه النيل مع المياه الجوفية السطحية والمياه العميقة ومياه الأمطار. كما بيقول السادة طبعا للمشاركين في البرنامج ان طبعا هنا احنا قايمين على المياه الجوفية كعامل كبير. طبعا المياه الجوفية كما تعلم ان هي متدنية النوعية او القيمة، ان نسبة الملح فيها عالية بتتعدى 1000 جزء في المليون الى 7000 و9000 جزء في المليون.
طبعا هنا دور جدا ملوحه كده عاليه جدا. دور مركز بحوث الصعبه هنا هو في الممارسات الزراعيه، في الممارسات الزراعيه من ناحيه استخدام احدث طرق الري اللي هو طبعا الري المطور اللي هو الري بالتمييز والري بالرش، الى جانب الري المطور اللي هو السطحي والتحت سطحي. احنا دكتور عبد العزيز الحقيقه الموضوع كبير، واحنا نتمنى ان حضرتك تكون ضيفنا ان شاء الله في احدى الحلقات القادمه، لان احنا هنستمر في الكلام عن سينا حقيقه مش هننساها ابدا ومش هنتذكرها زي القنوات الثانيه والبرامج الثانيه يوم 25 ابريل. احنا في مصر الزراعيه سوف نظل نذكر سيناء الحبيبه، وان شاء الله حضرتك تكون ضيفنا ان شاء الله في احدى هذه الحلقات. نشكر حضرتك الدكتور عبد العزيز طلعت الاستاذ بمركز بحوث الصحراء. أعزائي المشاهدين أستاذن حضراتكم هنخرج فاصل قصير نستقبل ضيفنا الثاني في هذه الحلقة، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.